بقول لك ايه، ايه رايك لو نسافر لبنان؟ ايوه، بلد جميله وحلوه واهلها ناس طيبين. ايوه بقول لك ايه، اهل لبنان يدوروا على السعاده بمنجاش، مش احنا ندور على النكد. ليله مطينه على دماغك. اقفل، لحسن الظهر النكد بينط ويفط نيلك. سلام يا اخوي، سلام. هو انا مش قلت 100 مره محدش يعتب المطبخ ولا يمد ايده على لقمه ولا معون الا ما يشاورني ويستاذن الاول؟ يوه جعانه اموت من الجوع يعني؟ ولا كل ما نفسي تهفني على لقمه لازم اخد الاذن؟ ايوه هو كده، يا تاخد الاذن يا تموتي. اها تفكرات كيا ميغا بلاص، مش هتسحبي منه لحد ما يخلص. لا لا دي مش عيشه، دي ده سجن مؤبد. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا اخد حالي ومحتالي واروح لبيت ابوي عايش معززه مكرمه ست الستات. ده البيت ده يا ساتر بتعدوا على الواحد اللقمه؟ ايش حال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا ايه؟ خبر ايه؟ حصل يا جبريل؟ مفيش حوارات حريم واطيه، مالكش صالح انت. الحقني الحقني يا عمي، عايزه تجوعني. ان شاء الله ياكلك عفريت ما يخلي فيكي. ايه يا بت، احنا جايبينك نعلفك هنا. مش كده يا جبريه؟ على رايك حتى الكلام خساره فيها، ارض بور لا بتنزرع ولا بتطرح. وهو بيدي؟ امال بيدي مين؟ انا ان كان علي عايزه اروح للحكيم النهارده قبل بكره عشان تبطلي ظلم وافترى. مش كده يا نادي؟ عيب. اه العيب عندي، امال ايه؟ بس انا عارفه انت بتكرهيني ليه، عارفه انت مش طايقاني ليه. ليه يا برنسيسه؟ عشان عمتي كريمه طول عمرك لا بتحبيها ولا بتطيقيها، ومن يوم ما اتجوزت عم عبد الله وانت كده. طب ورحمه امك؟ لا ناس مش تمشي على نفوخك ونفوخ اللي جابوكي. مش كده يا جبريه؟ مش كده؟ شاهد يا عمي عشان بعد كده ما حدش يلومني.